ربنا فكرة الإحسان وإن إحنا نحسن لبعض وإن دلوقتي إحنا بقينا في زمن كثرت فيه الإساءة الحقيقية أكتر من كلمة الإحسان بكتير، بقينا بنسيء لبعض وإحنا سعداء، يعني يقولك ده أنا عملت فيه، ده أنا سويت، ده أنا بهدلته، ده أنا مرمطته، الحاجات اللي إحنا بنقولها بلغتنا الدارجة دي. إزاي نقدر نقلب ده ونرجعه أسوتهم برسول الله إن ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ربنا يبارك في حضرتك يا عليه ربي، الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جمهورك الكريم، ورضي الله عنك وعن جمهورك الكريم. الإحسان يا فندم، الإحسان يا أستاذة الفعل الحسن، والإحسان اتنين، إحسان الله عز وجل يحسن إليك، وأنت تحسن إلى الخلق. الإحسان بمفهوم الشرع أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم الإحسان إلى الإيه؟ إلى الخلق. وأفضل إحسان أنعم الله عز وجل علينا به هو أن سخانا وأحسن إلينا لعبادته بالإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة الإسلام وكفى بها منة. غيرنا الآن لا يعبد الله، يعبد الحجر، عبد نجما وشمسا وقمر، عبد نمرودا، عبد عزيرا، عبد جنا، عبد ملائكة، عبد أنبياء، عبد أولياء. هو سؤال، من من هؤلاء يصلح أن يكون إلها مع الله؟ من من هؤلاء يصلح أن يكون ربا مع الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فأول إحسان أستاذتنا الكريمة الإحسان إلى النفس، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فبمفهوم برضو اللي حضرتك اتكلمت عنه وتفضلتي الإساءة، الأصل إن إحنا نحسن إلى أنفسنا أولا بالطاعة وبالعبادة وبالصدقة وبالإنفاق في سبيل الله، وإن إحنا نحسن إلى الوالدين. قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا إحسانا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له أبايعك على الهجرة والجهاد وأبتغي فيها وجه الله، فقال رسول الله له أعندك والدين، في حد من والديك؟ قال نعم كلاهما. قال تبتغي وجه الله؟ قال نعم. قال فاذهب إليهما وأحسن صحبتهما. الله. وزي ما حضرتك عارفة الإساءة اللي بتحصل الآن إلى الوالدين من العقوق، ده بيضربوا أبوه، يعني لك واحد ضرب أبوه، واحد ضرب أمه، واحد قتل أمه، مصيبة. يعني في كوارث الحقيقة. ده أنا يعني مثلا يعني أحكي شيء من الكتاب وأحكي شيء من الواقع. توبة وضع الحافظ المقدسي في كتابه اسمه منازل ابن ملاحق، اسمه كده. الأب بيقول لابني يا بني صلي، يا بني استقم على شرع الله. أي حد حضرتك بتقول لابنك أو بنتك يستقيم على شرع الله؟ أي حد عايز ابنه يطلع أفضل منه؟ قال له كلما أجلس معك تزاهدني في الدنيا، الابن اللي بيقول لأبوه تبعدني عن الحياة. فرفع الابن يداه وضرب أباه، صاخ الأب وقال والله يا بني لأذهبن إلى البيت الحرام ولأدعون عليك بالليل والناس نيام. ذهب إلى فريضة الحج وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ثم رفع يديه وقال على ولده يا من إليه قد أتى الحجاج، عاض المهامة من قرب ومن بعد، أتيتك أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لابني لا يرتد عن عققي، خذ بحقي يا رحمن من ولدي، شل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. أتم الأب دعاءه، شل الجانب الأيمن الابن كاملا، اليد التي مدت عليه. لما فاحت يا أستاذة رائحة الإساءة لم نرى إحسانا، إحسانا إلى أنفسنا وإلى والدينا وإلى جيراننا وإلى أقاربنا وإلى الفقراء وإلى الضعفاء وإلى المساكين. القصة الثانية الواقعية حدثت في المملكة العربية السعودية بمناسبة تفضلت القتل. رجل في حي القصيم، رجل من أصحاب الأموال، رزقه الله بابن، هو ابن واحد بعد عناء طويل والخلفة والكلام، فزوجه زوجة سيئة الخلق، الابن اتجوز واحدة مش كويس. فقالت الزوجة للابن مش عارفة أستريح في هذا البيت طالما أباك هذا الكبة موجود في البيت، بتشتمه بتسبه. فبكل بساطة الابن قال لها ماذا أفعل؟ يعني ايه هي بتقول على والدك كده وتقول لها ماذا افعل؟ اعمل ايه؟ قالت خذه الى الصحراء، سيبه في الصحراء. قالت لكن لن تتركه، بالحبل هذا فكتف وبالسكين هذا فاقتل.
لا حول ولا قوة والله إلا بالله، بتحرضه على أبوه، على قتل أبوه، على قتل أبوه. قالت له وإن لم تفعل ذلك مش هتعمل كده فلتطلقني، هسيبك ولن ترى أبنائك بعد اليوم. الابن مهدد بين أمرين أحلاهما صعب، بين طلاق زوجته وبين قتل أبيه. للأسف الابن اختار الإساءة والأصعب، فذهب إلى أبيه وقال يا أبي. قال إلى أين يا بني؟ قال إلى نزهة لتفسح. فيح الأب على سجياته وفطاته، قال له ما فعلتها منذ زمن بعيد. فركب الاثنين السيارة واتجه في اتجاه الصحراء. فقال الأب لابن إلى أين تذهب؟ قال إلى نزهة. قال في الصحراء. قال نعم. قال ارجع يا بني، ارجع بنا يا ابني، حد بيتفسح في الصحراء؟ قال له كلا. حتى قطع شوطا طويلا مسافة كبيرة، فوقف الابن بالسيارة وقال لأبيه انزل، فنزل. فاتجه الابن إلى حقيبة السيارة، شنطة السيارة، أخرج الحبل وأخرج السكين. فارتعد الأب، ارتعش. قال له ماذا ستفعل؟ قال بالحبل هذا سأكتفك وبالسكين هذا سأقتلك. فقال الأب أتقتل أباك؟ أتقتل أباك الذي رباك؟ أنا ما فعلت إحسانا في هذه الدنيا، أنا ماذا فعلت؟ فحضرتك أخذ أبوه للصحراء، فالأب السكينة ودي ومش مدي إخوانه ولا حاجة، قال له بالحبل هذا سأكتفك وبالسكين هذا سأقتلك. ارتعد الأب، قال أتقتل أباك؟ أتقتل أباك الذي رباك؟ أنا ماذا فعلت في هذه الدنيا؟ أنا ما جعت إلا على شبعك، وما سهيت إلا على نومك، وما فعلت إحسانا في هذه الدنيا إلا بأن أحسنت تربيتك وأحسنت إليك. يعني جزائي أن أقتل بيد ولدي؟ قال لو لا تحاول هأتلك. فقال الأب للابن كلمات أقولها لك لأول مرة في حياتي. قال له قل. قال لو تريد قتلي فاقتلني هناك عند هذه الصخرة الكبيرة. الابن تعجب، قال له وما الفرق بين هنا وهناك؟ فقال له الأب لن أقول لك غير ذلك. رفع الابن يداه وضرب أباه، فصاخ الأب وقال اقتلني هناك فلقد قتلت أبي من قبل هناك. يا الله، وأنت لك بمثلها إن شاء الله. سلف دين يا سيدي، بك أستجير ومن يجير سواك.